بس هو ما فيش شقي غيري هنا ولا ايه؟ ارجع لايام الشقاوه. الو ايه ما فيش شبكه؟ طب استنى كده اشوف في شبكه هناك. استنى هنا ما برضو ما فيش شبكه. هنا في شبكه، دي شبكه قشطه قوي. لا انا شبكتي حلاوه. يا رب تفهم البهيمه دي. لا طب اقفل بقى عشان هنلزق في بعض كده. سلام سلام استاذ حلاوه. بعد اذنك نسى قشطه ثانيه واحده. اتفضلي. ممكن بس اطلب من حضرتك طلب صغير؟ نتقابل هنا ولا نتقابل بره ولا ايه؟ نمسك ايدي على طول ولا ايه؟ لا مش كده خالص، بس بعد اذنك لما تيجي تتكلم في التليفون بعد كده تبقى توطي صوتك، يعني مش لازم الكافيه كله بقى يسمع جو قشطه وحلاوه وجو البقاله واللطافه ده. لا انت مش فاهمه، انا حلاوه الفيسبوك. انت بتعاكس تاني؟ مش بعاكس، انت مش فاهمه يا قشطه. احترم نفسك يا عم الامور. لا امور هتشتمي هشتم. انت عارفه ان انا مش امور، غلط في اللسان مفيش اسهل منه. طب انا بقى هوريك قله الادب يا حبيبي. يا شيرين يا شيرين. دوبلاج ده صح؟ دوبلاج اللي هو صوت يركب على جسم غريب. دوبلاج؟ لا صوت بجد والله. طب حضرتك عايز مني ايه؟ انت بتعاكس خطيبتي؟ لا والله انا ما عاكستش خطيبتك، انا عاكست الانسه اللي قاعده هناك دي بس. ما دي خطيبتي. في ايه يا استاذ؟ لا بص بقى، انت شكل الجسم غرك. لو انت بتروح الجيم وبتضرب باودر، انا بروح الجيم وبضرب بيكنج باودر. طب يلا كيكه. كيكه اجيب لك حته من الحرف الناشف. امشي يا ده انت قاعد من هنا. شوف شوف ليه يا ربي هرجع للشقاوه. ما ضربتش حد من زمان ليه يا ربي؟ مش عايز افتري. انت اللي جبته لنفسك. انت كنت ولا في؟ انا بشمر الكم ليه كده؟ في امشي يا ده انت قاعد من هنا. انت واخدها بالصوت. بص بقى لو بالصوت انا ممكن ازعق ولا اسكت خالص. صوتك بيخوفني يا ضل. ايه ايه ده انت خفت من الصوت ده؟ انا بعد كده اروح العب بنج وحنجره بقى. اقعد هنا. انا هنا؟ ما لو تاخد بالك انا حاطط البدله كده كده كنت هقعد هنا. اقعد. ماشي يا عم انا بفكر اقعد هنا اصلا. اسكت خالص يا عم. انا سكت اهو. انت هتقعد بقى تاخدني عشان سكت لك بالصوت؟ لا لا. ايه ده؟ تصدق عمري ما فكرت اقعد هنا؟ بس والله الصوره من هنا احلى والله. بص الناس كلها هبني لكم مستشفى وجامع. اطلع بينا على السيده نوزع بطاطين على الغلابه. اطلع اطلع. الانتخابات دي ليه؟ اسمع مني. ولا ايه؟ انا ممكن ارميه. يا سلام ما انا ممكن اقع. بطل لبعضه. عايز ايه؟ انا ممكن اقتلك. وانا هسكت لك. امال هتعمل ايه؟ هموت. ولا ايه ده؟ يا بطل. في ايه؟ ايه يا عم الراحه؟ في ايه يا فندم؟ ماشي بس يا فندم ما يصحش كده يا فندم. يا نهار اسود. سيبه يا فندم. مش هسيبه غير في الاسم. كسر لي الفانوس. فانوس ايه؟ التريلات تمشي قبل الساعه 2 بالليل. يا فندم ما يصحش كده، ده كافيه محترم. انت مين يا عم؟ انا صاحب. ايه ده؟ انا صاحب الكافيه. انت المسؤول هنا؟ انا المسؤول يا فندم. انا المسؤول هنا يا فندم. ايه ده؟ حضرتك المسؤول؟ ايوه انا المسؤول. اصل انا من الصبح بطلب المسؤول، كان نفسي اقابل حضرتك. ممكن ناخد صوره سيلفي مع بعض؟ ولا ايه؟ تعال انا بس هاخد صوره بس مع حضرتك. يلا تعال خلص. اتفضل. بقول لك ايه يا عم؟ اطلع بره بقى بس ما تشتموش. ده هلف هلف ناخدها هلفي. تعال. مش عايز اضربه تاني. ولا مش عايز الا فند. ده بيعاكس خطيبتي. ايه ده؟ عاكس خطيبتك في المكان هنا؟ عاكسها قدام عيني. انت عاكست خطيبته هنا؟ والله العظيم كذاب. بيقول عاكستها قدام عيني. انا عاكستها واقف بره. يعني عاكستها؟ يا باشا اتفضل. هضربك تاني. ايه ده؟ انا هحل هحل كل المشاكل. تضرب ايه؟ هضربه والله. لسه ضربه من شويه. ايوه خدت بالي انا. شفته؟ ايوه شفته. ضربته على ده. انا اقسم بالله ما شفتك انت. انت مش فاهم، انا ضربته في سري. والله في سري مسكته اديته دول سري حجز ما بيننا. كنت نفخته. يلا سيبه سيبه يمشي. بقول لك اسكت يا ده انت. اسكت خالص. ماشي هسكت يا عم. مش خوف ده احترام بس لبنجاتك. يا فندم انا عايزك تهدى شويه. ايه ده؟ مش عايز. استنى كده. اجابه ثلاثه.
انا جاوبت بسرعه اول ما زمر. انا اللي اكسب والله. ده حاجه غريبه جدا. بس يا تعال نلعب، تعال نهزر معاه شويه. ايه الراجل المجسم ده؟ يا فندم انا ايوه كده، روق واضحك وهزر وارقص وفرفش. يا الدنيا حد واخد منها حاجه يا فندم؟ مش عارف. اشرب، بص اجيب لك مشروب تشربه هيخليك زي الفل ان شاء الله. ماشي؟ ايه ده لو سمحت؟ نعم. ممكن انا كمان اشرب مشروب يعني؟ اجيب لك يا فندم درينك؟ يا ريت يكون درينك اديداس اللي هو لحد هنا. يا ريت والنبي درينك اربع قطع اللي هو عارفه ابو قفاز ده والنبي. البولو ده؟ ايوه ايوه، بتاع القطعتين المقط والشرطه. ايوه البلاش. هتهولي ده بتاع ابوك ده هناك يقعد بيه فايد ده. يا فندم ما يصحش كده، ده مكان محترم. ما انا محترم اكتر من مكان يا بيه. يلا روح شوف بس هتعمل ايه. روح يلا. يا فندم اهدى. يا سموره العصير، يا سموره العصير اهو يا فندم. احلى كوبايتين عصير. ايه ده؟ طب انت هتشرب منين؟ انا اسف بس واحد، انا من شويه سمعت دي جي عمرو حاحه، هو ده الميكسر؟ بس ما تطلعش، ما تطلعش في السماعات. يلا يا انت هتمشي من هنا. انت بتضربني عشان ربنا مديك حاجات مش عندي؟ طب انا هجيب لك اللي يجيب لي حق. يا فطوطه يا فطوطه. ايه يا سموره؟ الواد ده اداني كف والمصحف لوح لي بقي. ده انا عامل تركيبه تاخد منها شفطه يشوفك فان دام. بجد اديني. طيب والله اشفط. خش عليه، خش. انت متخلف يالا في مخك ولا مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ يالا اوعى سند، هيكسر ام المكان علينا. هدوه هدوه. ما بقتش فندام. ضحكت عليك. عموما يا فندم احنا اسفين، انت جسمك مش متناسق خالص. عموما احنا اسفين. خد يا فندم اشرب دي، شوف هتحطها منين مش عارف. واما بقى الكوبايه الثانيه. أيوة. دي بقى فعليا النعمه، ما هتشمها انت بالذات، مش هتشمها. اخد بس خدامين الجزم يا فندم. شوف سمير. ايوه. انا نفسي اعرف الزمبلك بتاعك منين. مش انت كان في منك زمان اللي هو بيمشي يعمل كده ده، يمشي يعمل كده، وكان في اللي هو بتاع الدرام ديجي 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 ده. لا الثاني كان قرد. انا اسف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. العصير بتاعنا المميز جدا يا فندم. ايه ده؟ ايه ده؟ كاظم مالك فيه ايه؟ مش عارف. اكيد طبعا متضايق عشان البقف ده كان بيعاكسني. لا خالص. امال كنت حاسس ان انت كنت المفروض تضربه؟ لا اطلاقا. اوعى تكون كنت عايز تقتله؟ لا خالص، اوعي بس كده. يا بني ايه ده؟ بقول لك ايه؟ انت غاوي تتضرب. اسمع مني، انت حبيت الضرب والله. يا عم انا جاي اقول لك انا اسف. ايه ده؟ ليه كده؟ والله العظيم انا اسف على دماغي. يا بوس يا عم. ايه ده؟ ده طيب قوي طلع. يا عم اي خير. ربنا يخليك، ربنا يخليك.